كما كنقول ديالنا. هشام سفيان رحيمي عرفناك جاورتيه في مجموعه من المحطات، وايضا توجتي معاه انت كمدرب وهو كلاعب مجموعه من الالقاب. كيفاش جاك المستوى ديالو اليوم حيت ما تكلمناش عليه؟ وايضا واش كظن غيكون عنده فرص اخرى باش يتم الاقحام ديالو والاشراك ديالو في المقابلات المقبله؟ ويمكن جوجكم لعبتوا في لو ميم بوست، وعلى حساب المدرب فين غير صحيح. سفيان يعني كنت كنتظروني يدخل قبل، لانه الوقت اللي كنا يعني مازال 0-0 كان خيار من الخيارات اللي عند المدرب في الهجوم. لاعب ممتاز، لاعب اللي يعني لا بروغريسيون ديالو كانت سريعه وفي وقت وجيز، يعني عنده 3 سنوات الاخيره يعني بصراحه يعني لاعب اللي عطى اضافه كبيره للرجاء، كذلك منتخب محلي. لاعب يمكن ان نفتخر به، لانه من مدرسه الرجاء مشى لطوال وعاود رجع للرجاء يعني، وقدم اضافه وفي وقت وجيز احترف يعني خارج المغرب. فهذا يعني مثال يحتذى به في الملاعب ديالنا والشباب اللي جايين صاعدين. الدخول ديالو يعني واخا جا متاخر، لكن دار يعني مجموعه من المحاولات اللي كنا بامكاننا نسجلوا يعني باهداف اخرى من بعد الهدف. سفيان رحيم يعني لاعب معول عليه في المكان ديالو اللي كيلعب فيه، المكان في الجناح الايسر، لانه هذا المكان واخا كيشتغلوا بوفال فيمكننا نعولوا عليه يعني كلاعب ثاني يعني في هذا المكان هذا. ان شاء الله يعطي الاضافه، وانا متاكد الا في اي مباراه دخل غادي يعطي الاضافه، لانه لاعب جدي ودائما تيبغي يربح ودائما عنده هذيك لاغاج باش يكون مزيان ويكون في المستوى. فنتمنى نشوفه في المباريات الجايه اللي بصراحه يعني رغم صعوبه المهمه بوجود لاعبين في المكان ديالو كذلك مهاجمين، فلكن انا كما قلت لك اللاعب اللي يستحق المكانه ديالو ان شاء الله، وما يزربش لانه مازال صغير، مازال عنده الوقت فين يكون اساسي ان شاء الله مع المنتخب.